كم الاستئناف باقي فقرات برنامجنا الخبر. تحب تعقب على حاجه؟ في سجل اشهار هي. انا نحب نقول نجيب والناس الاخرى ايضا راهو تونس اليوم ما استحقش ثقافه المؤامره. راهو اليوم يلزمنا معناتها نتكاتفوا الناس الكل بالقدم بالجدد بالازلام. راهو المحاسبه الجماعيه لا 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 لا, لا. اجا لصوص فما قضاء عنا قضاء اليوم. وقت اللي تقول زيد ولا عمرو ولا منذر الزنيدي هذوما الناس خدموا الدوله. منذر الزنيدي وغير منذر الزنيدي معناها كي شدوا المؤسسات اللي شدوها معناتها خرجت اكسيدون. لا لا مانيش مع منذر هي لمحت المال الاسلامي باش نقولوا فلان متآمر ونوليو نعطيو هذا سك الوطنيه وهذا سك المتآمر. راهو ما يجيش يا نجيب. فما ملفات فما عندنا قضاء اليوم مستقل. وقت اللي القضاء معناتها يبرئ فلان ما نجيوش نقولوا في بلاتو هكاك نقولوا لا راهو فلان فاسد ولا فلان كذا ولا يتآمر. يا اخي ريتو يتآمر يا نجيب. قعدت معاه يزي يا نجيب يزي خليه ما فيها باس كون ديمقراطي. والله دعوه للرئيس قيس سعيد. يا سيد الرئيس راهو بلادنا اليوم تستحق مصالحه. راهو المصالحه ما تجيش بالخطاب هذا. راهو الناس هذوما لا نحكي على سياسيين مسؤولين سابقين مانيش نحكي على رجال الاعمال. وايضا رجال الاعمال يجي خل منعوا بلادنا. هاك تشوف البرامج كيفاش معناتها تونس مستعجله. تونس مستعجله الناس معناتها يلوم عليك على القاء اتهام.